ونختم أخبارنا وجولتنا النهاردة بالكويت، حيث اتخذ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد عدة قرارات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المواطنين خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء. احنا معانا من الكويت الكاتب الصحفي الأستاذ بسام القصاص. مساء الخير أستاذ بسام، وأهلا بحضرتك. النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، وياريت تطلعنا على أهم القرارات التي اتخذها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد فيما يخص مواجهة فيروس كورونا. هو الكلام عن الكويت تحديدا بيبقى له طعم خاص، لأن احنا فعلا بنعيش في بلد الإنسانية، فهو يختلف في كل شيء. فهناك تنافس كبير جدا بين الحكومة والتجار لخدمة أهل الكويت وجميع سكان الكويت. سنلاحظ من أول ما بدأت الأزمة بدأت التبرعات من تجار الكويت، ومنهم التجار المعروفين أمثال فواز المرزوق وفهد المقلد، وحتى بعض أصحاب العقارات تخلوا عن أنهم ياخذوا إيجارات شهر مارس وإبريل. وزارة التجارة يوميا برجالها في الأسواق لمراقبة الأسعار ومنع الاستغلال. ممتاز. إيه القرارات أو أهم القرارات اللي اتخذها أمير الكويت اليوم يا أستاذ بسام؟ هناك توجهات سامية بتضمن حماية الكويت وسكانها، والاهتمام بالسلع، والاهتمام بالجانب الصحي بطريقة يعني مش جديدة على الكويت، لأن أنا عايش في الكويت من 38 عام. كويس. وعن قرب في كل ما تقوم به الكويت. ومن ضمن القرارات الجميلة النهاردة أنه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون القامة اللواء طلال معرفي أصدر قرار بإمكانية أصحاب العمل من تجديد الإقامات للعاملين وهم في الخارج. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ بسام القصاص من دولة الكويت.